مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، سعد الله مساءكم جميعا بكل خير. نجدد لكم التحية في هذه الانطلاقة وانطلاقة ختام هذه الأشواط، شوطنا الثاني عشر والأخير في مجموعة أشواط هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تابعنا منها الانطلاقات والتحديات والإثارة. نتابع معكم سويا مجريات هذا الشوط وصدارته هنا في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصدارة هذا الشوط على المقدمة وعلى المركز الأول السيد سيف بن مسفر شاهين، من يتواجد على المركز الاول وملكيته للسيد سيف بن مصر بن راشد العميمي، من ياتي على الصدارة وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني وشام يمعى بن حارب بن صبيح من ياتي على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث ياتينا هنا في هذه اللحظات الخوانيق نواب بن نوح لبلوشي والمتحد عبد الله بن سالم بن صاروخ النعيمي، رابعا المركز الخامس ياتينا جايين حميد بن سلطان بالكديده، وهنا ربدان صالح الكريبي المري من ياتي على المركز السادس. وفي المركز السابع في هذا الانطلاق الجميل والتحدي هنا في هذه الإثارة براق علي بن سعيد الخاطري من ياتينا على المركز السابع. وفي المركز الثامن ويصل هنا هملول أحمد بن محمد بن قراز المهيري، نعود الى الصدارة، نعود الى المقدمة، نعود الى وشام اليمعى بن حارب بن صبيح من يصل والمركز بن محمد المركز الثاني، وهملول احمد بن محمد بن قراز المهيري من ياتي على المركز الثاني في هذه اللحظات، ولكن هنا الصدارة والمقدمة اذا لصالح شاهين. سلام ند الشبا، سلام تهانينا والناموس السيد سيف بن مصر بن راشد العميمي على فوز شاهين بالمركز الاول. المركز الثاني احمد محمد بن قراز، المركز الثالث مع بن حارب بن